يعني كما كتشوفوا يعني الحاله اللي كنعيشوا فيها دابا في هذه الاونه وخاص من التساقط ديال الامطار، يعني كنعيشوا في واحد الحاله اللي هي صعيبه شويه للوليدات الصغار ولا الكبار، كلشي ما عندناش من دوزو. يعني الطرقان هنايا ما عندناش من دوزو، دابا كاين الغيس وكاين حتى لا سخف شي واحد ولا لا مرض شي واحد بغيتي تهزو خاصك ليه هليكوبتر ولا خاصك تهزو على كتافك باش توصلوا للسياره. يعني اي حاجه ثقيله ما عندناش من دوزوها. وهاد الناس هذو كما كتشوفوا يعني بداو في المشاريع هنايا وما كملوش، هنايا ما كملوش. تكلمنا معاهم مسبقا قلنا لهم خاصكم تخليو لنا الطريق من دوزو وتخليو لنا يعني سميتو ما خلاو لنا حتى شي حاجه، قلنا غنخلي لكم الطريق ولكن ما كاين لا طريق لا والو. دابا حاليا ما كندخلو حتى شي طوموبيل هنايا، كيف ما قلنا لا مرض شي واحد ما عندناش كنديرو ليه. الاشغال ما تماتش هنايا، يعني بقى المشكل ديال الاشغال ما تماتش هنا، ولينا مكرفسين حنا وليداتنا لا في الشتاء ولا في لا 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 في كيفاش ندوزو ما عندناش. كاين مشاكل اخرى ثاني ديال اعاده الهيكل هنا، فيها واحد الخروقات اللي هي ما استفدناش منها كمنطقه، يعني كما جاء في التشريع اللي شنو الملك في 2016 فبراير 2016، يعني ما استفدناش من اعاده الهيكل اللي هي ادماج الساكنه في المجال الحضاري والاستفاده ديال الساكنه يعني وفك العزله على الساكنه ديال المنطقه. هنا عندنا خروقات في هذه اعاده الهيكل هنايا. إنه صاحب الجهل ملي تشل لنا في الهراويين دوار سيدي محمد حسن قال لنا عادة الهيكلة وفك العزلة على الساكنة ناقص تجهيز وإدماجهم في المجال الحضاري. كنتفاجئوا بأن غاديين يلوحونا لواحد المنطقة اللي هي بعيدة علينا. ملي حنا ما بغيناش درنا حصار. درنا حصار على اليمين وعلى الشمال وعلى الخلف وعلى كل جهة، ما عندناش الباب اللي غنخرجوا. عندنا الطوموبيلات ديالنا ما كندخلوهمش، أنا اللي كنهضر معاك خويا دابا الجبوطة تكون خمم باش غادي نديهم. بعيد عن الحانوت كي غندير تنديهم كنخمم لهم من الصباح كنقول واش غنهز مع ظهري ونديو البوطات واش تقادت ليا تقادت لي باش نعمرها وخصني خرجت كيفاش غنديرها الا مرض لينا شي واحد في الوحده ديال الليل ولا 12 تاع الليل ولا 2 تاع الليل ولا بنهار كاع ماشي بالليل غير فين غنخرجوه.